مرحبا، معكم عمر أصعص، حلقة جديدة من هنا تك، واليوم حلقتنا مليانة أخبار حلوة وجديدة عن كل شيء تكنولوجي وميتافيرس، وأكيد حنشوف شو آخر المستجدات اللي عم بتصير مع خيك مارك وإيلون ماسك. لهيك خليك معنا لتعرف كل شيء بالتفصيل، وبنبدأ بالعناوين. ميزة جديدة بآيفون ممكن تنقذ حياتك، أهم من سيارته، إيلون ماسك عم يعرض الأوبتيمس المشهور. شو كان رد تويتر على ماسك بخصوص الصفقة الشهيرة من فيسبوك باي لميتا باي بأكثر من 200 دولة؟ دولة مهددة بالاختفاء وعم تروح للميتافيرس ليش؟ وزارة بالعالم الافتراضي، أول حفلة افتراضية بالعالم العربي مين لحيحية؟ صار فيك تقطع تيكت وتحضر الفيلم اللي بدك إياه بالميتافيرس. كيف ممكن يأثر الميتافيرس على صناعات التحويلية؟ كلمة ميتافيرس كانت من المحرمات بشركة أبل، ليش؟ خليك معنا لتعرف كل شيء بالتفاصيل. سهل التليفون لكتير أشخاص طلب النجدة بالحالات الطارئة، مثل حريق بالبيت أو سرقة وغيرها من الحالات المفاجئة اللي ممكن يتعرض لأي حدا منها، وهيك كتير مخاطر ممكن نخلص منها بسرعة. لأنه شركة أبل طرحت ميزة جديدة بآيفون 14 ممكن تنقذ حياتك بيوم من الأيام، حتى لو ما عندك إرسال أو إنترنت. هالخاصية اسمها Emergency SOS، وبتشتغل عن طريق القمر الاصطناعي. شكل أبل عم تشتغل اليوم على طريقة بتسمح للمستخدمين يتدربوا على استخدامها بأمان قبل ما يعتمدوا عليها بشكل حقيقي. وقالت الشركة إنه الخدمة عبر القمر الاصطناعي بتساعد المستخدمين على الاتصال بالطوارئ بظل ظروف استثنائية لما ما توفر وسائل تانية. بحال كنت بمكان ما في تغطية، الخطوة الأولى لازم تمسك تليفونك بشكل طبيعي وبإيدك. إذا حسيت حالك عم بتدوخ أو حتوقع، فجهاز آيفون بقدم لك الإرشادات، وما عليك إلا أنك تتبع هالتعليمات اللي حتظهر عندك على الشاشة، وكله بيصير تحت السيطرة. أهم من سيارته، إيلون ماسك عم بيعرض الأوبتيمس المشهور، حيكون أكثر قيمة من سيارات تسلا. بهالعبارة مهد إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا طريق لعرض روبوته الشهير شبيه بالإنسان، اللي هو أوبتيمس، خلال فعالية يوم الذكاء الاصطناعي اللي نظمتها شركة تصنيع سيارات كهربائية. وأكد ملياردير أن النشاط بمجال الروبوتات حيكون أكثر قيمة من سيارات تسلا، على أمل توسع لأبعد من السيارات ذاتية القيادة اللي ما صارت حقيقية لحد هلأ رغم وعوده متكررة. ومشي الروبوت على خشبة المسرح ولوح للجمهور، وعرضوا مقطع خلال الفعالية للروبوت هو عم يسقي زريعة وحامل صندوق داخل أحد المصانع. وقال ماسك أنه أوبتيمس حيكون روبوت بارع وحيتم تصنيعه بكميات كبيرة كتير، من المتوقع أنه يكون سعره بأقل من 20,000 دولار، أي يعني أقل من سعر سيارة تسلا. يعني يمكن تشوف الروبوتات بالمستقبل بالبيوت وعم يحضروا الأكل ويقصوا العشب ويهتموا بكبار السن، وحتى أنه يمكن يصيروا رفقاتنا ورفقات كل البشر. تويتر ردت وأخيراً على إيلون ماسك، وبتقول أنه فشل بتحديد الحسابات الوهمية بعد ما فشلت الشركات اللي عينها الملياردير بالتفتيش على عدد كبير من الحسابات على تويتر. وقال محامي تويتر بأنه الحسابات المزيفة اللي لقوها أقل بكتير من التقديرات العامة لماسك، يلي حسب قولهم خبى المعلومات. وكشفت شركة سيابرا أنه 11% هي نسبة الحسابات المزيفة على تويتر، وهالشي بخالف تقديرات ماسك بشكل كبير. وقال محامي تويتر أنه كل الاستنتاجات اللي توصلت إلى الشركات اللي اختارها أكيد ماسك تتماشى لحد كبير مع ما زعم تويتر. خلال الجلسة بيقول أنه إذا كان في أي تحليلات موجودة بالفعل تثبت اللي قاله ماسك للعالم على تويتر، فأكيد أنه ما تم الكشف عنها بالقضية. معقول يعني هالقصة ما تخلص وما يصير في اتفاق بيرضي الطرفين؟ أيام الجاية هي اللي بتثبت. اليوم ميتا عم تعمل إعادة تسمية للمحفظة الإلكترونية تبعيتها المعروفة باسم فيسبوك باي، كخطوة باتجاه عمليات تجارة إلكترونية جديدة بالميتافيرس. بلشت الشركة تطرح تدريجياً نسخة رسمية باسم ميتا باي بأكثر من 200 دولة حول العالم، ابتداء من أمريكا، وهالشي من دون ما يحتاج المستخدمين أي تعديل من عندهم. نفس التطبيق اللي يمكن هن عم يستخدموه في يعملوا أبديت وبصير ميتا باي، وبيتم من خلال الميتا باي التبرع وإرسال الأموال بأمان عبر منصة فيسبوك وإنستغرام واتساب وإيب. بالإضافة أنه الخطوة بتسمح لمستخدمي أوريزون يوصلوا لخدمة المحفظة الإلكترونية. وقال صديقنا مارك أنه هو داعم لميتا باي، ورح يسمح للمستخدمين قريباً يشتروا سلع ويب 3 مثل الثياب الرقمية والأشياء فيها فن ومقاطع فيديو ومقاطع موسيقية وتذاكر للأحداث اللي عم بتصير بالميتافيرس. كمان
لأثبات الملكية بالسلع الرقمية مثل الـ NFT وغيرها، وهالشيء بفضل البنية التحتية الأمنية القوية لميتا باي. توفالو دولة موجودة بالمحيط الهادي بين أستراليا وهاواي، سكانها 12,000 نسمة، تعتبر أصغر دولة بالعالم، وهي دايماً بالأخبار بسبب التوقعات اللي بتقول أنها حتختفي بسبب التغير المناخي. فبنهاية القرن متوقع أن مستويات البحر تعلى لدرجة أن تختفي هذه الجزيرة. وبتصريحات من مسؤولين بالدولة بيحكوا عن بدائل وحلول لينجزوا دولتهم وسكانهم، يعني خلص حسموها أنه دولتهم حتختفي. مدعي عام الدولة السابق كشف أنه عم يدرسوا يخلقوا توأم افتراضي بالميتافيرس للجزيرة. هالتوأم حيكون فيه الشوارع والأحياء والشواطئ والعادات والتقاليد، وهالشي ممكن يتحقق مع عالم الميتافيرس. طب حتقلي أكيد شو مصير السكان؟ المسؤولين بيقولوا أنه أستراليا ونيوزيلند ساعدوهم بقوانين الهجرة، بس لازم الدول تسهر القوانين أكتر، لأن هول الناس هلأ بحاجة لمساعدة. أكيد صعب كتير أنه ما يكون عندك بلد ولا أرض، ويمكن مع الميتافيرس صاروا بيقدروا يحتفظوا بذكرياتهم ببلدهم بس افتراضيا. أجدد رهان لدولة الإمارات العربية المتحدة بعالم التكنولوجيا هو وزارة بميتافيرس. تطمح دولة الإمارات اللي فيها أطول ناطحة سحاب بالعالم أنه تصير رائدة بمجال الميتافيرس. بمشروع تم إطلاقه بمتحف المستقبل اللامع بدبي، أعلنت أنه وزارة الاقتصاد الإماراتية بصدد إنشاء مكتب تجاري بالعالم الافتراضي. وقال مسؤولين اللي لابسين الفي آر حيلاقوا وزارة مفتوحة للعمل بالشركات، حتى على استعداد لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع حكومات أجنبية. وبتأمل دولة الإمارات اللي لها تاريخ من المشاريع الجريئة أنه تضيف 4 مليارات دولار أمريكي للناتج المحلي الإجمالي السنوي و 440 ألف وظيفة بسنة 2030 لتصير من أكبر 10 اقتصادات بالميتافيرس بالعالم، وبدها تجذب تقريباً 1000 شركة متخصصة بالبلوك تشين والتقنيات العالية. أول حفلة افتراضية بالعالم العربي مين رح يحييها؟ حفلة افتراضية فريدة حيحيها راغب علامي وسعد المجرد، وحيتم إطلاق مبيعات تذاكر على شكل NFTs ب 15 أيلول. هالإصدار التاريخي هو الخطوة الأولى للوصول لعالم مثير من ويب 3 والNFTs والميتافيرس. هي المرة الأولى اللي بيتحد فيها نجوم الموسيقى العربية بسلسلة ديناميكية من العوالم الافتراضية لتقدم تجربة فريدة من نوعها للمعجبين. حيتم إطلاق الحفل الافتراضي للجمهور يوم 30 تشرين الأول عام 2022، وفيك تشتري تذاكر عبر الانترنت. وقال السوبر ستار راغب علامة انه هي المرة الاولى اللي بتم فيها الكشف عن الافاتار الخاص فيه بالعالم الافتراضي، حيشوفوه المعجبين بجميع انحاء العالم بطريقة جديدة. وقال المعلم سعد المجرد انه عم مشاركته بهالحفل انه هو على يقين من انها حتكون تجربة فريدة لمحبينه. وقديه ممكن تكون ناجحة برأيك هالحفلة، خصوصا انه الميتافيرس لسه ما حقق انتشار واسع بالعالم العربي؟ خلينا ننطر نشوف ونحضر الحفلة. صار فيك تقطع تيكت وتحضر الفيلم اللي بدك اياه بالميتافيرس. شركة الأعلام والترفيه الشهيرة شيمارو انترتينمنت أول شركة هندية بتقدم مسرح سينمائي افتراضي بالميتافيرس، واللي رح يستمتع الزوار فيه بعروض جديدة. أكيد فيها اللوبي الفخم وشباك التذاكر، وفيك أكيد بوشار ومشروبات، وكل شيء حيكون مثل أفلام البوليوود وأول فترة مجانية للزوار. والغاية من وراء هالقصة إنه شيمارو بدها تزيد شعبية البوليوود عالميا من خلال عرض أشهر الأفلام اللي عملتهم لهند عمر السنين، وهي رح تقدر تعمل هالشي لأنه إلى أكثر من 60 سنة تشغل كجزء كبير مهم من بوليوود، وتوزع الأفلام بأكثر من 30 بلد بعدة لغات. كيف ممكن يأثر الميتافيرس على الصناعات التحويلية؟ بدراسة جديدة عم بتقول أنه بسنة 2030 تقريبا رح تتعطل الصناعات بسبب الميتافيرس، بس بذات الوقت رح تشتغل بكفاءة أكبر. كيف؟ المحللة إما تايلور من شركة جلوبال ديتا اللي نشرت هالدراسة قالت إنه الشركات الصناعية صارت جاهزة أو رح تجهز خلال الفترة القصيرة لتدخل للميتافيرس، وهالشي بيعني استخدام التكنولوجيا بشكل أكبر وأقوى بالصناعة. هذا المقصود إنه حتصير شركات أكثر كفاءة، وكمان لاعتماد تقليل العمال اليدويين الموجودين بالمصانع بنهاية رح يوقفوا، ويصير كل شيء معتمد على التكنولوجيا، خصوصي بالميتافيرس بتعتمد على الواقع الافتراضي والتعاون عن بعد للتدريب بمكان العمل. وهالتصور من ثلاثي الأبعاد بالأراضي حتكون موجودة بالمصانع وغيرها.
أول خطوة شفناها من شركات السيارات مثل بنتلي وبي أم دبليو اللي عم يستخدموا أومنيفيرس من أنفيديا لإنشاء توأم رقمي لمنشآتهم التصنيعية. فحكي كتير أنه المايكروسوفت وبوينغ عم يشتغلوا سوا بالميتافيرس لتصميم الطيارات كرمال يتخلصوا من مشكلات التصنيع ليحسنوا بالهندسة تاعورة. خلينا نشوف بالأيام المقبلة شو ناطرنا. نختم حلقتنا مع توم كوك الرئيس التنفيذي لشركة أبل اللي صرح أنه الواقع المعزز حيأثر على كل شيء بالحياة وحتصير حياة من دونه أمر ما ممكن حدا يتصوره. ومع هالشي أبل تستخدم تطبيقات بسيطة للواقع المعزز. وكمان أبل أعلنت ببداية 2023 حتطلق سماعة رأس حتخدم الواقع المختلط. كل هالشي من دون أي ذكر للميتافيرس. يعني اليوم مستخدمي هواتف أبل مش موعودين أن يستخدموا الميتافيرس، لأنه حسب ما حكى كوك أنه العالم لازم تفهم شو هي الميتافيرس قبل ما تجربها. في مراسل لشركة أبل قال أنه كلمة ميتافيرس كانت من المحرمات عندهم بالشركة، ومستخدمي أبل ما بيتخيلوا يستخدموا سماعات الرأس لينعزلوا عن حالهم عن العالم الواقع الافتراضي. وهيدي كانت قصصنا لهالأسبوع من هنا تك. بشوفكم الأسبوع الجاي بأخبار تكنولوجية جديدة. ما تنسوا اللايك سبسكرايب لمنصة هنا لبنان حتى تصلكم الفيديوهات أول بأول. إذا عندكم أي أسئلة أو أي استفسار حابين نحكي عنها حطولنا إياها بالكومنت، وأنا شخصياً حرد عليها.